طبعا خلال الايام اللي فاتت كل الناس عندها او اللي عندهم يعني ولاد في سن الدراسه اللي بياخدوا حتى تمارين في النادي السن الصغير ده ما لهمش سيره خالص غير ان احنا خلاص راجعين المدرسه راجعين التمارين. ازاي ولادنا هيرجعوا للدراسه تقريبا بعد شهور من القعده في البيت بسبب كورونا؟ الموضوع مش موضوع مناهج بس ولا التعليم عن بعد بس، لا في قلق موجود علشان يعني طبعا احنا لا يمكن نوقف المدارس ولا يمكن نوقف الحياه والتمارين والنادي والحياه الاجتماعيه، لكن ممكن نتعايش مع الوضع الجديد، ولكن اكيد في اسلوب ننقل كل ده لولادنا. هنتكلم النهارده عن تأهيل ولادنا للتعامل مره اخرى مع اصحابهم ومع المدرسين ومع المشاكل الخاصه بالمدرسه والنادي. النهارده معانا ضيفتنا خبيره الاتيكيت وايضا دكتوره علم الاعصاب دكتور شيماء البهي اللي برحب بيها النهارده في ست الستات. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. احنا اتكلمنا الاسبوع ده في ست الستات كتير عن المناهج وايه اللي حصل الجديد وازاي نذاكر مع اولادنا وهم قاعدين في البيت، خلاص كلنا وجها لوجه بقى مع اولادنا في البيت هيذاكروا، واحنا بدل المدرسين او استكمالا لدور المدرسين اللي في المدرسه هيبقى في مهمه ازيد علينا كامهات. لكن في نقطه مهمه، الحياة الاجتماعية علاقة الصداقة، ولادنا احنا مش هنقول لهم اصحابكم دول وحشين ما تقربوش منهم، احنا محتاجين تأهيل اجتماعي مزبوط. من جديد خلال الفترة اللي جاية. مظبوط. انا هسيب لك الميكروفون بقى، يعني هنعمل ايه؟ هنبدا ازاي؟ طيب دلوقتي حياتنا الاجتماعيه كلها اتغيرت، احنا ككبار وكمان ولادنا، صح؟ التصرفات اللي احنا في البيت بنعملها اوتوماتيك كده هتتنقل للاولاد. فايه المفروض اللي لسه هيدخل المدرسه قريب يمكن الاسبوع الجاي او اللي بعديه كان هيشوف تصرفات معينه في البيت هو هيقلدها. لو ما لحقناش نعمل ده نلحق نعمل ده الفتره خلال الايام القليله اللي جايه دي. طيب دلوقتي احنا كنا معزولين تماما وبعدين رجعنا تاني لحياتنا. طيب هل انا ابني او بنتي هيشوفني صاحبتي اللي شفتهاش من زمان قوي هجري احضنها هيشوفني بتصرف ازاي؟ هيقلدني. طيب لو انا جه حد مد ايده وسلم عليا انا هعمل ايه؟ دلوقتي في طرق جديده اخترعوها للسلام اللي هي بقى كده ومش عارفه يعني في وكده ياباني شويه وشويه قلوب وشويه قلوب وبوس من بعيد مفروض تحايل على الموقف علشان ما يحصلش الموقف ونحرج اللي قدامنا. المفروض ان احنا يبقى عندنا وعي ان احنا نقرا البادي لانجوج، صح؟ خصوصا دلوقتي يعني لو انا بس بتصرف بالكلام او بصدق في الكلام او بريسبونس على اساسه، لا انا لازم اشوف اللي قدامي ما اجريش بقى ادخل عليه على طول، ابص في وشه ابص على تعبيراته قبل ما ابتدي اخد الخطوه. ودلوقتي الوعي كله موجود ان محدش بيسلم، يعني حياتنا اختلفت. طيب لو حد جه عمل كده انا ممكن قبل ما يجي قريب مني احاول يعني ابين طريقه السلام الجديده على اساس ان الشخص ما يعملش ابروتش اكتر من كده. طيب حصل بقى وحد مد ايده، انا شخص طبعا انا ما اقدرش اقول لحد يعمل كده بس انا ما بحبش اكسف حد فانا بمد ايدي، لكن معايا كحول بعد كده هعقم ايدي ومش قدامه. وهاخد ابني او بنتي لو شاف الموقف ده ان انا اقول له على فكره انا اتصرفت كده بس انا ضفت ايدي على طول، ما ينفعش ايدي تيجي على وشي او على يعني كل لا وعلمينه ما يمدش ايده هو كمان ما يمدش ايده يعني ما يبادرش لان هو ممكن يبقى هو الشخص الاخر هو بالظبط. فهو انا كل الحاجات دي لازم اقولها واكد عليها اعملها براكتسنج، لازم هو يشوفني او هي تشوفني بعمل ده. لو انا بقول حاجه وبعمل عكسها خلاص يبقى انا كده كاني ما قلتش اي حاجه خالص يعني. أوكي. فده مهم جدا، مهم جدا ان انا كمان افهمهم لما ينزلوا المدرسه ما يركبوا الباص لازم استنى دوري. اهي دي فرصه اللي بيحصل دلوقتي مش هنتزاحم بقى. معظم الاطفال بيبقوا زي سبونتينيس يعني تلاقيهم داخلين مندفعين غصب عنهم. بالظبط. اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي ان احنا نفهمك لا استنى استنى دورك، لو حد جه قدامك استنى عشان صحتك وعشان صحه غيرك. فان احنا نعزز فكره الدور ناخد دورنا ونستنى دي والصبر ده مهم جدا عشان في وقت مثلا اللاين اللي هم طالعين الباص ما يجوش على بعض وهم قاعدين في الباص يبقى فاهم ان هو قاعد وسايب مسافه قدامه. يعني شويه اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالهيجين او النظافه العامه لازم اعلمها لاولادي واوريها له في البيت علشان خاطر يقدر ان هو يعمل ريفلكشن اللي هو شافه في البيت. بعض الامهات دلوقتي بداوا يعلموا اولادهم كمان انتوا هتقعدوا على ديسك مهما كانت المدرسه نظيفه ومهما كان القائمين حتى على النظافه في المدارس بياخدوا بالهم كويس قوي، لكن بقينا بطبيعتنا يعني على طول رشتين وتيشوز كده مناديل وبننظف حوالينا اي حته ممكن ايدينا ازاي اقرب الموضوع ده
من اطفال، يعني عايزه اقول لك ايه، خلي بالك ان اللي في كي جي بقى هم دول اللي هيروحوا كل يوم، هذه فاهمة أقصد إيه؟ هم دول اللي هيبقوا معرضين كل يوم. اللي من رابعة ابتدائي زي ما وزير التربية والتعليم قال وقرر، هم دول اللي هيروحوا يومين في الأسبوع أو ثلاث أيام في الأسبوع، فهم الصغيرين دول اللي عندنا مشكلة معاهم. دي حقيقة. إحنا ساعات بنتخيل إن أطفالنا مش فاهمين، على فكرة حتى الصغيرين فاهمين كويس قوي. فاهمين قوي. فاهمين قوي، يعني أنا بشوف حاجات لا فعلا ببقى مش متخيلة إن هم مستوعبين، لا هم فاهمين. وفاهمين إزاي؟ بيشوفونا بنعمل إيه. أنا مثلا لو جبت حاجات من السوبر ماركت ومعايا حاجات جايباها من بره، لو شافني مثلا نظفتها بطريقه معينه وعلمته الطريقه دي، يبقى هو لما هيروح المدرسه اوتوماتيك هيعمل كده. وكمان اقول له فلو شافني بعمل ده في حاجات تانية في مواقف تانية، هيكررها نفسها في الاطار اللي هو موجود فيه. افهمه انه مثلا حتى الكحول مش لازم يرش كتير، لان برضو رش كتير خطر على الرئه، خطر على يعني لازم كل ده نفهمه لهم، واللي يقدروا يستوعبوه يعملوه. والمدرسين بقى والمدرسه كمان في بقى رقابه، وكمان الحاجات دي كلها لازم هم يتاكدوا انها يعني بتتنفذ بحقه حقيقي. طيب طبعا يعني في بعض السلوكيات، انا مش عايزه اقول التنمر بسبب الماسك، لا يعني في ولاد بيتلككوا ان هم يعني يتنمروا بغيرهم، ممكن جدا يبقى حكايه الماسك ذريعه، ده انت خايف تسلم عليا، بصوا ده خايف مش عارفه يقعد فين. التنمر مستغليه فكره التنمر والظروف اللي احنا عايشينها، ازاي نقدر برضو نحميهم منها؟ حاجه مهمه قوي ان التنمر ده مش بيحصل في يوم وليله. التنمر او الطفل اللي بيتصرف بطريقه فيها تنمر هو نتيجه طريقه تربيه معينه، واحنا كلنا بنعمل ده واحنا مش واخدين بالنا. احنا لازم ناخد بالنا، اللغه اللي طالعه مني لاولادي، الكلام اللي بقوله ده بيفرق جدا. يعني ما اقول لابني انا عايزك احسن واحد ولا عايزك من احسن الناس. فكره الاول احسن واحد، انت احلى واحد، انت كل ده بيخلي شايف نفسه مش شايف غيره. فانا لازم اعلم ولادي من في البيت، انت انا عايزاك احسن حاجه، وبرده اللي حواليك مش الدنيا، مش انت مش محور الدنيا. فلو انا زرعت ده هخلي بالي كويس قوي ان انا مش هربي شخصيه نرجسيه. لكن لما يبقى الدلع زياده وكل حاجه انت وكل حاجه ليك وانت اهم من اي حد، ده هيبقى ريفلكتد انه هيدور على حد. لو لقى حد شاطر او حد لابس ماسك وعامل حاجه كويسه، هيحس ممكن يحس بغيره، ويبتدي عشان يبين ان هو احسن منه يبتدي يتريق عليه ويتصرف في التصرفات بدل ما يقلده. بدل يعني ما يقلده صح، ازاي بقى انا هقلده؟ لا ده انا الاحسن صح. فيعني الموضوع ليه ناحيتين، ناحيه ان انا ممكن اكون بعمل ده وانا مش واعيه، فاحاول اغير بقى طريقه كلامي مع اولادي. لو ما جابش درجه كويسه ما اجيش اقول له ازاي او ازاي فلان يطلع اعلى منك. اقول له شوف انت محتاج تصلح ايه، محتاج تذاكر اكتر، محتاج تشتغل. ده في امهات بيحصل منها كده مع اخوات، يعني المقارنات بتوصل لدرجه ان يخلي في عداء ومشحنات ما بين الاخوات بالظبط، وبتخلي في غيره، وبتخلي كل واحد ليه امكانياته. ما انا لازم ابقى فاهمه ان كل واحد ليه امكانياته. فانا اشوف فين نقط القوه عند ابني ودي اعززها، والحاجه اللي محتاجه اشتغل عليها اشتغل عليها، لكن نقط قوه ده مش زي نقط قوه ده. فدي حاجه مهمه جدا. وبعد كده لما الاقي نتيجه ما عجبتنيش، يعني نحلل نسال، مش اقول له ازاي ده حصل، اقول له محتاج تعمل ايه، بصي اللغه بتتغير، علشان نصلح ده عشان المره الجايه نعمل احسن، مش عشان المره الجايه تبقى احسن من اختك او احسن من اخوك. جميل. طريقه وبعدين ان هو يحس بغيره دي مهمه جدا جدا، والاطفال بتشوفها من واحنا يعني بيشوفوا تصرفاتنا وبيقلدونا. يعني انا حته برضو البادي لانجوج اللي احنا عايزين ناكد عليها، لغه الجسد. دلوقتي انت اول يوم المدرسه، ممكن تلاقي اطفال تانية اول مره نقلوا مدرسه. الاطفال دي وهي داخله بتبقى حاسه ان هي في غربه شويه، لان هي غيرت مدرستها فمش عارفه حد. صح. وبقيه الاطفال عارفين بعض. في مبدا مهم اللي هو مبدا الشموليه ده. انا لازم اعلمه لاولادي من واحنا في البيت. لو انت شفت وش جديد اول يوم المدرسه، انت مثلا اولى ابتدائي او انت اكبر شويه وشفت حد جديد، روح له قول له ايه ده، المبادره بالكويس. روح له، انت شفت حد انت مش ما كانش معاك قبل كده في الكلاس، واتكلم معاه وقول له ايه ده، انت مدرستك كانت ايه، طب احكي لنا عنها، طب ما تيجي تلعب معانا. يعني ابتدي اعمل شموليه وابتدي ادخل الجديد علينا، لان هو بيبقى هايب الموقف شويه. ممكن كمان الطفل اعلمه يقرا ده من ملامح الوش. دي مهمه قوي. لو شاف حد من اصحابه مثلا متضايق، اعلمه انه يروح ياخد الخطوه ويساله، اساعد
ما اروحش افرض مساعدتي، ده مش من الاتيكيت، لا انا اروح اسال تحب اساعدك ازاي، ممكن اعمل لك ايه. ده مهم جدا، ده حتى بيسموه في التعليم الكومباشنت ليرنينج، ان انا بعلم بالتعاطف او بالاهتمام. وده اعلى درجات التحصيل او توصيل المعلومه. حتى المدرسين لما بيعملوا كده، لو انا مدرسه وشايفه قدامي حد قاعد تعبان، مجرد الاكنولجمنت او ان انا اخد بالي ان فلان ده وشه متغير واديله الاهتمام، ده بس يصلح موده ويصلح كل حاجة هو. ولو هو مش عايز يسمع او يستوعب هيجي على نفسه وهيقدر يعمل ده. فكره ان انا شفتك. طيب عايزين نتكلم على يعني شوية بقى السن اللي هو من رابعة ابتدائي اللي هيبدأ يبقى عنده 3-4 أيام في البيت، وهيبقى بالزوم ميتينج أو بفيسبوك ميتينج أو واتيفر بقى الطريقة اللي هيتواصلوا بيها أونلاين مع المدرسين ومع المدرسة. هل الأونلاين كمان له اتيكيت؟ طبعا بجد؟ وده الجديد. يمكن ده ما كانش موجود في حياتنا، فما كانش في حاجه اسمها اونلاين اتيكات قوي، لكن بما ان هو بقى موجود فطلع له رولز. طب الرولز دي انا نفسي اعرفها بقى. الرولز هي بسيطه خالص، دي للصغيرين وللكبار لكله. واساسا اللي بيبتدي بيها هي الام. ما هو انا هقعد ابني لو طفل صغير، ولو هو حد كبير هفهمه يعمل ايه. اول حاجه لما اجي ادخل اونلاين انا لازم ادخل من غير ما ابقى حاطط الكاميرا. ايوه ليه بقى؟ لان لو ده كلاس وفي عدد كبير داخل وحاطط الكاميرا، ده بيضعف الارسال نفسه، او يعني في مشكله ممكن الكلاس ما يمشيش. فدي اول حاجه بتعمل حاجه نتورك، مشكله في النتورك. فالاول انا بدخل شايله صورتي. مين بس اللي صورته باينه؟ بيبقى المدرس بالظبط، وعامله السبيكر افلاه خالص. لان انا في البيت، فانا حواليا دوشه، فلازم يعني الدوشه بتاعتي وكل واحد كده محدش يعني مثلا لو في 10 على الزوم وفاتحين السبيكر بتاعهم او الميكروفون بتاعهم بتاع اللابتوب او التابلت او واتيفر، هيعملوا دوشه من غير ما ينطقوا، يعني بالزبط. من غير ما يتكلموا، فلازم يحافظوا على السايلنت مود ده. طيب دلوقتي ما هو لازم يبقى في تفاعل. انا عايز اسال، في اوبشن عاملينه ان احنا في زي بترفع ايدك والتيتشر اللي قدامك بيشوف ده، وساعتها هو في الوقت المناسب اللي يقدر يوقف فيه الدرس ويقول لك اتفضل. ساعتها هيقول لك اتفضل، وبعدين ما تنساش تنزل ايدك. لان دي حاجه بتلخبطنا كلنا، ان انا بيعمل هو بيرفع ايده وبرد عليه، وبعد كده ارجع اتكلم والاقي نفس الايد مرفوعه، هو خلاص ما عندوش سؤال تاني، ده كان من قبل كده. فدي لو كذا حد ده بيلخبط كتير. فدي حاجات بسيطه قوي. لا بس دي مجهودات بقى كمان المدرسات والمدرسين. لا غير يعني انا كأم ما اعرفش الحاجات دي، يعني ما اعرفش الاسلوب اللي هيتم التدريس بيه. فلو عندي حد صغير كده، اذا كنت انا نفسي ما اعرفش هعرفه ازاي؟ فلازم المدرسة أو المدرسة تعرفنا إحنا كمان، يعني تعمل لنا سيشنز الأهالي مع أطفالهم أو مع أولادهم، إن تبقى الأم عارفة الرولز، بحيث لو الطفل نسي تفكروا بس نبقى عارفينها اصلا. هي بسيطه على فكره، لو اتبعتت حتى في ايميل هي 1 2 3 يعني. بس لازم فعلا ان انا اعرف الناس يحصل براكتس كمان، ممارسه ليها. ممكن نعمل كده، يعني مش ما يبقاش كلاس حقيقي، يبقى احنا هنجرب وناخد ولادنا ونعلمهم ازاي يدخلوا، ازاي يستخدموا الزوم. وبعد كده عشان اللي هو كبير شويه ويقدر يتعامل، بعد كده هو يقدر يتعامل ويعتمد على نفسه. طيب ادي تاني حاجه، اللي هي اولا ما نفتحش الكاميرا على طول، تاني حاجه نحافظ ان الصوت يبقى مقفول، تالت حاجه نخلي بالنا من اشارات الايدين انها ما تفضلش مستمره عشان ما نلخبطش الكلاس كله، رابع حاجه ان انا دلوقتي سالت صح، هحط الكاميرا اون. لان مش حلو ان انا ابقى بكلم حد اللي قدامي مش شايفني. هي عامله زي الاي كونتاكت، يعني احنا هنمثل الحقيقه بس هتبقى فيرتشوال، يعني هتبقى على الزوم. فساعتها بس انا افتح الكاميرا، بحيث ان التيتشر حتى يعني ممكن تبقى اسامي متشابهه، ممكن تبقى مش فاكره، لو هي تيتشر جديده ما هيش عارفه هي بتكلم مين. فمهم يعني مش عايزين في الاونلاين نفقد التعامل الانساني، التواصل انسان لانسان. صح. يعني اصل كده هيفقد احساس مدرس مع تلميذ او طالبه، يعني هيبقى مفيش كونتاكت ما بينهم، مفيش اتصال ما بينهم، هيبقى انا قاعد قدام جهاز والطفل او الطالب قاعد قدام جهاز. وده الايموشنز دي لما بفقدها بفقد جزء كبير جدا طبعا من تحصيل المعلومه من التعلم. صحيح. فهحط الكاميرا، خلصت سؤالي هنزل ايدي وهقفل الكاميرا وهعمل سايلنت تاني. اوكي. يعني زي ما دخلت زي ما هخرج من السؤال. وحاجه بتشجع المدرسين جدا يا جماعه، ان لما التيتشر يسال، لو انت عارف ساعات بيكسله، لا يقول لك غيري بقى هيفقد. يعني
لا يعني حلو كل إن لو انت عارف رد علشان حتى تدي انطباع للتيتشر اللي قدامك ان هو ان انتوا فولوينج اب معاه فاهمين مش هو بيتكلم في حته ديستنت ليرنينج صعب صعوبته ان انا مش شايفه الناس اللي قدامي. لا ده دكتور شيماء انت اثرتي نقطه مهمه جدا ان لو المدرسه مش واخده بالها مين منتبه معاها ومين مش منتبه. يعني لما بتبقى في الفصل بتبقى يا فلان انت ايه طب احنا كنا بنقول صح ايه جدا. فالحته دي هل هتبقى مفقوده اونلاين ولا ممكن المدرسه يعني فرصه برضو في مدرسات بيتفرجوا علينا ممكن اننا نلفت انتباههم ازاي ممكن يتواصلوا ويخلوا بالهم ان الولاد منتبهين؟ ده سؤال حلو جدا. يعني بنعمل ايه بقى ساعتها؟ بيبقى قدامي لستة الاسامي مين البارتيسيبنتس او مين اللي موجودين. أوكي. فوانا بتكلم انا كتيتشر عيني هتبص هختار اي اسم راندم وهسال السؤال ده بالاسم فلان. اوكي. فده هيخلي ساعات يقوم شايل الكاميرا وشايل الصوت زي ما احنا قلنا ويسيب المكان ويمشي. أيوة خالص. ايوه ده بيحصل. ده بيحصل. فهو لازم يبقى طول الوقت عارف ان هو قاعد مش هيقوم من مكانه عشان يتعلم الا لو لضروره يعني. وبعدين برضو لو رايح الحمام زي الكلاس بالظبط لو رايح الحمام هيستاذن الاول ان هو هيقوم من السيشن او يعني مش هيختفي فجاه. لا مش هينفع يختفي فجاه بس ممكن بقى يعملها ازاي عشان ما يعطلش التيتشر عشان احنا برضو يعني مش شايفين بعض. في اوبشن ان انا بكتب تكست فساعتها اقول اكسكيوز مي اواي او ان انا يعني جاي على وات ايفر اللي هتكتبه بقى تعرف اللي قدامك ان انت قمت. لكن اللي بيتكلم الفضاء كده لا دي فعلا بتضايق قوي يعني حتى بتقلل من كفاءه التيتشر. أوكي. انا يعني فكره الايموشنز او الروح دي ان انا مش قدامي ناس ما فيش تفاعل دي بتقلل من عزيمتي شويه. بالظبط. وزوم برده في اوبشن حلو جدا بس ده حاجه ادفانس شويه انه بيعمل حاجه اسمها رومز دي برده عشان اقدر ازود التفاعل. بنعمل ايه بقى؟ بقول لهم على سؤال معين او حاجه معينه في الدرس واقول لهم فكروا مع بعض وبعدين بدوس على يعني اوبشن معين بيجمع لي كل اربعه خمسه مع بعض راندوم جروب يطلعوا بره يبقوا في روم لوحديهم يتكلموا مع بعض واديهم مثلا خمس دقائق فكل الكلاس بقى يتقسم خمسات يكلموا بعض وبعدين بعد خمس دقائق مثلا او ثلاث دقائق حسب ما انا بظبط السيتنجز بيرجعوا لي تاني. ده احنا هنعاني. اتناقشنا في ايه؟ ده احنا هنشوف ايام بيضاء. جميلة. ده احنا هنشوف ايام بيضاء فعلا. ده هيخليهم يعني اليرت كده يعني موجودين. دي حاجات تكنيكال شويه. يعني ايه؟ انا عايزه ابعد عن التكنيكال واروح للسلوكيات اكتر. اخبارك بيجامات ايه يعني في الكلاسز؟ يعني بصوا يا جماعه احنا الولاد الصغيرين هيروحوا المدرسه يعني هم في البيت بس كانهم هيروحوا المدرسه. عايزه اتكلم على اتيكيت المظهر. مهم قوي. يعني ما تسيبيش ابنك مش غاسل وشه ومش غاسل سنانه ومش متسرح مش لابس تي شيرت لو ما فيش حتى يونيفورم بتاع مدرسه كتي شيرت او سويت شيرت يلبسه. يعني كلميني على المظهر. دي مهمه قوي قوي. دي كمان بتبان قوي لو في امتحان. ساعات في الجامعات بيعملوا زي امتحان اورال مثلا او يعني مش هينفع نشوف بعض فبلاقي الطلبه ممكن حد يبقى لابس لبس البيت عادي وهو في امتحان. لا يعني انا لازم انا فورمال سيتنج حتى لو انا في البيت الحته بتاعتي دي انا جاهزه يعني مكتبي مترتب يعني الموبايل بتاعي سايلنت وانا قاعد ما افضلش كل شويه باب الاوضه مقفول علشان ما حدش داخل ينظف مثلا ولا يجيب لي فطار ولا البيت كله عارف ان هنا في كلاس انا عارفه بس هنحاول على قد ما نقدر. دي حاجه جديده بس هي هتبقى واقع لفتره فيعني الى ان نتعود على ده لازم نعمل كده. لازم يعرف ان هو لو المدرسه في مدرسه ممكن تفرض ان الطالب يلبس يونيفورم ساعتها هيقوم يلبس اليونيفورم وهيتسرح لانه هيفتح الكاميرا لما يجي يسال او لما تيتشر تدادي عليه او تطلبه تساله في حاجه فده مهم جدا لان هو ده بيخليه منتبه. ولازم ننتبه كمان للاكل والشرب ان مش معنى ان احنا في البيت ان احنا في وسط الكلاس او في وسط المحاضره او الدرس اننا هنبقى بناكل الساندوتش او هنشرب عصير او اللبن او وات ايفر ان احنا قاعدين في الفصل يعني قاعدين في الفصل. طبعا دي كلها قواعد المدرسه هتحطها بس يعني برضو لو في مدارس متساهله شويه انا كأم لازم اخلي بالي من الناحيه دي. هنعمل ايه في الموضوع ده؟ بصي من الحاجات المهمه جدا التهيئه النفسيه بمعنى انا لو خليت ابني زي ما حضرتك كنت بتقولي مثلا المدرسه ما قالتليش البس يونيفورم قاعد بالبيجاما ومش غاسل وشه ومش مش قاعد مش مهيئ ده انا مش قاعد كمان على كرسي ولا قدامي ترابيزه ولا ورا المكتب ده انا قاعد في السرير
في كتير بيعملوا كده، صح، مش هيتعلم كويس. يعني هو هيجي عليه هو في الاخر، هو هيتاثر. انا فاكره ان هو قاعد بيتعلم وهو مش هيحصل، لا هو مش هيبقى واخدنا جد. هي دي الفكره. يعني هم لو صغيرين كمان، رابعه ابتدائي ده صغير، عنده 19 سنين، يعني رابعه وخمسه وسته دول صغننين اطفال فعلا. مش هياخدنا جد ولا هياخد المدرسه جد. بالظبط. فمهم ان المدرسه تاكد وتعمل انفورسنج للرولز بتاعتها، ومهم ان الامهات تلتزم لمصلحه اولادها. يعني ما هو اللي مش هيحصل او اللي هيتاخر دراسيا هو اولادنا. فانا مش بنفذ قرارات مدرسه، انا بعمل ده لمصلحه ابني. وكمان اي حد بطلب منه يعمل حاجه لازم اعرفه بيعمل ده ليه، عشان أوكي. تطلع منه غير اما اقوله انت اعمل ده، تيجي منه زي ما بيقولوا. طب تيجي منه ازاي؟ احنا عايزين نجيب، انا بشجع وعايزين نجيب درجات كويسه، يعني فكره كاننا في المدرسه بالظبط. تعمل واحد اتنين ثلاثه واحنا مع بعض وهنساعد بعض وهنهيئ، ده هيساعده ان هو يقدر يستوعب، فهو صحيح. عارف هو بيعمل ده ليه. ده مهم جدا جدا. طيب حضرتك دكتوره كمان في علم الاعصاب، ممكن تفهميني يعني ايه علم الاعصاب وازاي نقدر نحط التخصص ده في اللي احنا بنتكلم فيه؟ جدا حلو جدا. علم الاعصاب هو ببساطه تفاعلات اعصابنا مع بعض في مخنا، والكيميكلز اللي الاعصاب دي بتطلعها وتاثيرها على سلوكنا. اوكي. الجميل في العلم ده ان ممكن اتعلم ازاي اخلي اللي قدامي يطلع كيميكل معين، فاطلع فيه احساس او سلوك معين حلو. يا سلام. يعني احنا اعصابنا بتفرز ماده كيميائيه، هي دي اللي بتخلينا نتصرف بطريقه معينه. بالظبط. في اكل طبعا بيحفز الكلام ده، وفي لا ده انا عايز اعرف، احنا قدامنا وقت قليل فاحكي لي بالظبط، يعني بالظبط ازاي ده بيحصل. طيب انا هقول لحضرتك، في هنبص فين بيسموها الهابي كيميكلز او كيمياء السعاده أو المواد اللي بتبعت على السعاده. بالظبط، اللي هي مخي بيطلعها. دور على ماده السيروتونين، انا هقول لك عشان سريعا، وده هيساعد الناس جدا ان هي تبحث فيها، لان ده علم كبير وفي حاجات سهله قوي ان انا افهمها، مش لازم ادخل ديب يعني. اوكي. فهدور على ماده السيروتونين او السيروتونين بالعربي، وماده الدوبامين، هرمون السعاده. هرمون السعاده. وانا حابه ازود بقى مع حضراتكم هرمون الاوكسيتوسين. ده مهم جدا، ده كتير قوي كانوا بيغفلوه زمان، دلوقتي اخر ابحاث بقوا يبصوا له. اوكي. زمان كان العلم متجه او بيفكر في الهرمون ده ان هو هرمون الامومه، ده اللي بيساعد على الرضاعه ويساعد على الولاده. لقوا بعد كده ان ده اكتر حاجه بيسموها السوشيال هرمون، ده اللي بيعمل بوند، ده الهرمون الاجتماعي. الاجتماعي. ده ممكن اخلي اللي قدامي مخه يطلع الهرمون ده بالاي كونتاكت لفتره طويله. يا سلام. ايوه. وممكن نعمل سيرش ده وهنلاقي ان الكلام ده في ايه تاني، معلش اسمه صعب عليا قوي، يعني اسمه اوكسيتوسن. 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 فلما انا اكلم اللي قدامي وابص في عينه، الحاجه الثانيه اللي الهرمون ده بيطلعها او السلوك اللي بيخلي اللي قدامه يتصرف بيه او يحس بيه، هي الثقه والبوند. عشان كده الاطفال او اوتوماتيك بتثق في مامتهم، اوتوماتيك بوندد ليها، لان هي على طول في اي كونتاكت ما بينهم وبين بعض، تواصل بالعين. فانا دلوقتي كتيتشر ازاي بقى ارد على سؤال حضرتك، ازاي اقدر استفيد ده بالتعليم؟ ده في علم كامل اسمه النيورو ساينس او علم الاعصاب في التعليم او في الليرنينج. ده مهم جدا. مهم قوي ان انا كتيتشر ابص للي قدامي وانا بعمل برولونج او اي كونتاكت طويل. المخ اوتوماتيك بيطلع ده فبيحفز الثقه. خلي بال حضرتك، احنا عارفين كلنا ان لما حد بيكون بيكذب ما يقدرش يبص في عين اللي قدامه. صح. ليه الكلام ده يخلي الواحد عنده فضول يعرف ليه؟ عشان انا لو بصيت في اللي قدامي لفتره طويله، مخي اللي قدامي هيطلع هرمون الاوكسيتوسين، هرمون الثقه، فده معناه انا بقول الحق مش بكذب. ده علم جامد وكبير، وقد كده ممكن ان احنا نستفيد منه. لازم يكون لنا يعني عايز بقى كلام كتير تاني علشان نتكلم، بس نعمل فقره عن الهرمونات اللي تحفز التواصل الاجتماعي، دي مهمه جدا، وزياده التعلم وزياده القدره على التعلم. مظبوط. دكتور شيماء بشكرك شكرا جزيلا، انت نورتينا بجد النهارده في ست الستات. يعني بصوا احنا عمالين نضحك وهنشوف ايام بدا، لا احنا قدها وقدود. وزي ما احنا عايزين نتائج كويسه يطلعوا بيها الولاد من الدراسه، ده بيبقى عليه مسؤوليه مننا احنا، ازاي ان احنا نحفز الولاد دول، لا انتوا في المدرسه، حتى لو انت في اوضه النوم انت في المدرسه، وهنعمل زي ما بنعمل في المدرسه بالظبط. ده هيحتاج مجهود اكتر شويه،
معلش نخلي بالنا كده منهم، هي فترة قليلة وهتعدي، عدينا حاجات كتير هنعدي الفترة دي كمان. بعد الفاصل هتكون فقرة مختلفة، هيكون معانا دكتور أحمد السبكي هيكلمنا النهاردة عن آخر التطورات اللي حصلت لعمليات السمنة والسكر. بعد الفاصل في 6 6 خليكم معانا.